البداية في هذه المباراة كانت بأداء تصريح الشرفي من قبل قائدا الفريقين من أجل احترام القوانين اللعبة والتحلي بالروح الرياضية. أصرح بشرفي ونيابة عن زملائي بأن أحترم قوانين كرة القدم بكل روح رياضية. المبادرة في المرحلة الأولى كانت من جانب نصر حسين داي في هذا الهجوم المعاكس. قاسمي يقدم كرة على طبق لعدادي لكن هذا الأخير يخطئ التصويب. الشباب يرد بسرعة عن طريق سيل عثمان، وبالعربي هو الآخر يخفق أمام دفاع النصرية الذي استعاد الكرة. بالعلميري كان نشطا في هذه المرحلة الأولى وكاد أن يفتح مجال التهديف لولا بوصوف الذي أنقذ مرماه. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0 لمثله. المرحلة الثانية من المباراة دخلها بناء المدرب عمراني بأكثر عزيمة وأندر الزوار بهذه المحاولة عن طريق بزاز. هذا الأخير وفي الدقيقة 48 ومن وسط الميدان يقدم كرة لبلعميري الذي يراوغ ويسدد، إنه الهدف الأول في المباراة. هدف أسعد كثيرا أنصار السياسي الذين تنقلوا بكثرة إلى ملعب الشهيد حملوي. نلعب الدقيقة 57 بزاز دائما وبعد عمل فردي رائع لزرارة في وضعية مناسبة يضيف الهدف الثاني لصالح الشباب، وهدفين لصفر مع بداية المرحلة الثانية. بولعويدات البديل من جانب النصرية تمكن من تقليص الفارق بعدما كان وجها لوجه، وفرحة جانب من أنصار النصرية، وكان ذلك في الدقيقة 67. الفرحة لم تدوم طويلا، فبعد الدقيقة 1 بالعميري يستغل سوء تفاهم دفاع النصرية ويتمكن من إضافة الهدف الثالث للشباب والثاني له في هذه المواجهة التي انتهت لصالح الشباب بثلاث أهداف لهدف واحد، وأمام فرحة عارمة لأنصار الشباب بهذا الفوز. On prouve qu'on avait fait une grosse préparation et puis alhamdoulilah on l'a prouvé aujourd'hui. On a fait un gros match solidaire du début à la fin et j'espère que ce sera de bon augure pour la suite de la compétition inchallah. وما يخفاكش بلي المباراة الأولى فيها ضغط كبير. اليوم كنا خارج الإطار حقيقة، يعني ما عدا 20 دقيقة الأولى كل المباراة كنا خارج الإطار، خدمنا أخطاء يعني فردية اللي كلفتنا يعني ثلاث أهداف. المهم نهز الدروس اليوم من هذه المباراة ونصلحوا إن شاء الله في المستقبل. احنا ما لعبناش مليح في الشوط الأول، ضيعنا عدة كرات، تمريرات سهلة، كرات للخصم، لقطة واحدة ربما اللي نجم نذكرها في الشوط الأول طلقتها تاع بالعميري. الشوط الثاني نظن باللي كنا من ناحية المعنوية أحسن، دخلنا المقابلة يعني برغبة وثيقة أحسن، كنا محظوظين سجلنا الهدف الأول في الوقت المناسب، ولو كان يعني مجهود جماعي وربما بالعميري كان عرف كيفاش يتعامل مع الكرة. الهدف الثاني جاء في وقت فريمون يعني مناسب بالنسبة لي حنايا، هدفين لصفر يعني ريحنا معنويا. نظن باللي الهدف اللي تسجل علينا كان قادر يصعب لنا المهمة، خاصة كانت باقي 20 أو 25 دقيقة، إثر خطأ ربما في المركاج اللي كنا قادرين نتفاداوها، ولكن الحمد لله نظن باللي هجوم معاكس شد لنا هدف ثالث، هذا اللي خلانا ربما نكمل المقابله. ماهوش سهله